أعزائي طلبة وطلاب الفرقة الثالثة شعبة نظم معلومات إدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 5 من محاضرات الإي ليرنينج لمادة تحليل وتصميم نظم المعلومات. اتكلمنا في الفصل الأول عن تعريف النظام، وقلنا النظام هو مجموعة متفاعلة من العناصر بينهما مبادئ حكمة بغض النظر عن طبيعتهم والعلاقة المكونة لهما. اتكلمنا عن تحليل النظم، وقلنا تحليل النظم هو تفكيك وتجزيء النظام إلى مكونات فرعية بهدف دراسة هذه المكونات، ومن ثم معرفة نواحي الضعف والقصور وحلها مستقبلا. اتكلمنا أيضا عن أنظمة المعلومات، وقلنا نظم المعلومات هي مجموعة من البيانات والبرمجيات والأجهزة والأشخاص والعمليات والمعالجة. اتكلمنا عن دور محلل النظم، اتكلمنا عن المهارات التي يتحلى بها محلل النظم، اتكلمنا عن خصائص النظام، وقلنا من خصائص النظام البيئة والحدود والمدخلات والعمليات والمخرجات والنظم الفرعية والتغذية العكسية. اتكلمنا أيضا عن أنواع النظم، كمان اتكلمنا عن مكونات النظام. اتكلمنا في الفصل الثاني عن أدوات تحليل النظام، وقلنا الداتا فلو دايجرام والداتا ديكشنري والداتا ستراكشر دايجرام وستراكشر انجلش والكونفنشن. اتكلمنا بالتفصيل في الفصل الثالث عن دورة حياة النظام. النهاردة هنتكلم في الفصل الرابع عن مفاهيم أساسية في تحليل وتصميم النظم. هنتكلم عن ماهية المعلومات، المعلومات ومفاهيم الاتصالات، المفهوم الرياضي للمعلومات، قضية المعلومات، الاعتمادية، المفهوم والمزايا والعيوب، تطوير نظم المعلومات مع حزم البرمجيات الجاهزة. أولاً ما هي المعلومات؟ أولاً ماهية المعلومات؟ اتسمت محاولات تعريف المعلومات حتى الآن بالتشعب وعدم الوضوح، وإذا كان استخدام هذه الكلمة عند العامة يتميز بالغموض وأحيانا بالخلط وأحيانا أخرى، فإنه يتميز بعدم التحديد وعدم الدقة عند خاصتهم، وذلك أن علم المعلومات ما زال علما صغيرا لم يتفق على حدوده ومفاهيمه بعد. فلا عجب إذن أن نجد كلمة معلومات تعني مفاهيم مختلفة لدى الكثير من الناس وفقا لدرجة ومجال ثقافتهم وميدان تخصصهم. وإذا كان الاصطلاح information هو المقابل للاصطلاح العربي إعلام ومعلومات، فإن استخداماتنا العربية لهذين المصطلحين مختلفين، حيث تستخدم كلمة إعلام مقرونة دائما بوسائل الاتصال الجماهيري والتي تقابل اصطلاح communication كالصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية، أو كبديل لاصطلاح الدعاية والتوجيه، بينما قد تستخدم كلمة معلومات مقرونة بأجهزة الاستخبارات فيقال information machine بمعنى جهاز استخبارات. فعلى الرغم من أن المعلومات والإعلام لهما علميا نفس المفهوم، إلا أن الاستخدام العربي لهما لخدمة أغراض تجارية طارة أو دعائية طارة أخرى، وعليه
جعل مفهوم كل منهما يختلف عن الآخر، وأصبحت محاولة تحديد مفهوم المعلومات من الأشياء الصعبة جدا. وعلى أي حال فإن علماء المكتبات والبيبلوغرافيا يرون ويروق لهم النظر إلى أن المعلومات من خلال كونها الحقائق والبيانات المعرفة والمسجلة في صورة مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بينما ينظر إليها علماء الهندسة والاتصالات والرياضيات كجزء من نظرية الرسائل أو الإشارات. ذلك أن نطاق علم المعلومات تتداخل فيه علوم متعددة، من علم الحاسب الإلكتروني والنظم إلى علوم التصنيف وعلوم التكشيف والبيبلوغرافيا، بالإضافة إلى أن المعرفة المتخصصة في المجالات الطبيعية والسلوكية والهندسية ذات تأثير كبير على مشكلات هذا العلم ونشاطاته. خصائص المعلومات: يمكن إبراز أهم خصائص المعلومات فيما يلي: 1- لابد للمعلومات من نظام اتصال يتكون في أبسط صورة من مصدر أو مرسل ومقصد أو مستقبل بينهما قناة اتصال. 2- لابد أن تمثل المعلومات قدرا ولو ضئيلا من الحداثة، ذلك إن استقبالنا لحقيقة نعرفها سلفا لا يمثل معلومة بالنسبة إلينا، فالمعلومة معرفة جديدة. 3- يصاحب استقبال المعلومات قدر ولو ضئيل من الدهشة أو التعجب، وهذه نتيجة منطقية لصفة الحداثة، كما إن من المنطقي أن نتصور أنه كلما زادت الدهشة كلما كان ذلك دليل على كبر كمية أو قيمة المعلومات، أي أن قيمة المعلومات المستقبلة تتناسب مع مقدار التعجب أو الدهشة المصاحب لها. 4- يختلف قيمة ومعنى المعلومات من مستقبل لها إلى آخر، فالمعلومات ليس لها قيمة موضوعية ولكن قيمتها ذاتية، فهي تكون أولاً تكون كذلك تبعا لمستقبلها، ذلك أن ما يعتبر معلومات بالنسبة لشخص لا يعتبر معلومة بالنسبة لشخص آخر. 5- تقلل المعلومة من حالة عدم التأكد من وقوع حدث معين. 2- المعلومات ومفاهيم الاتصالات ومفهوم الرسالة. المعلومات ومفهوم الرسالة: يرى كثير من العلماء أن نظرية المعلومات ليست إلا فصلا في نظرية الرسائل، فهناك ارتباط وثيق بين المعلومات ومفاهيم الاتصالات، خاصة تلك المتعلقة بمفهوم الرسالة أو الإشارة، ولا يعني ذلك أن أي رسالة لابد أن تتضمن معلومات، إذ أن ذلك مرتبط بكون هذه الرسالة عنصر من مجموعة من الرسائل الممكنة أم لا، أي أن الرسالة تتضمن معلومات فقط إذا كانت واحدة من مجموعة رسائل يمكن إرسالها، فاختيار هذه الرسالة من مجموعة من الرسائل الممكنة هو الذي يعطي أو يؤدي إلى نشأة المعلومات. وإذا كان هناك رسالة واحدة يمكن نقلها فليست سمة معلومات يمكن أن تنشأ، مع ملاحظة أن رسالة بوقوع حدث معين وإن كانت في ظاهرها رسالة واحدة إلا أنها في الواقع مختارة من مجموعة من الرسائل المكونة من رسالتين، إحداهما بوقوع الحدث والثانية بعدم وقوعه، أي أن وقوع الحدث وعدم وقوعه هما في الواقع رسالتان تم اختيار إحداهما ومنهما نشأت المعلومة. فإذا تصورنا أن شخصا يقدم له صنفا معينا من الطعام يوميا وباستمرار، فإنه لا يكون هناك أي معلومة يمكن أن ننقلها عن صنف الطعام الذي يقدم له في يوم معين،
ولكي تكون هناك معلومة يمكن نقلها إذا تعددت الأصناف التي يمكن تقديمها له في يوم معين، وذلك نتيجة لاختيار أحد الأصناف الممكن تقديمها له في هذا اليوم. فالمعلومة تنشأ نتيجة لاختيار إحدى الرسائل اللي هو صنف الطعام من مجموعة الرسائل الممكنة أصناف متعددة. ليس هذا فقط، بل أن كمية المعلومات أو قيمتها المتضمنة في رسالة ما تعتمد على مجموعة الرسائل الممكنة التي تأتي منها هذه الرسالة. وذلك يتضح من أن المعلومات ليست خاصية أصيلة للرسالة في حد ذاتها، ولكنها كذلك بالنسبة لمجموعة الرسائل الممكنة. نظرية الاتصال: تتم عملية الاتصال عندما يتم نقل المعلومات من مصدرها إلى الجهة أو الجهات المرسلة إليها عبر خطوات أساسية تعتمد عليها عملية الاتصال، ولا تتم إلا بها. وتعرف عملية الاتصال بأنها العملية أو الأسلوب المتبع في تبادل المعرفة بين طرفين يؤدي إلى انتشار تلك المعرفة، أو ما يسمى بالتوازن المعرفي بين المرسل والمستقبل. والاتصال هو العملية التي يتم عن طريقها الانتقال والتبادل والمشاركة في الخبرات والاتجاهات الفكرية للآخرين لتحقيق نوع من الاستجابة تجاه الأهداف، وهو عملية ديناميكية تخضع لمؤثرات متغيرة أهمها التكامل والتفاعل بين عناصرها. عناصر الاتصال: تتكون عملية الاتصال من أربعة عناصر أساسية. المرسل هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال عادة. المستقبل هو الجهة أو الشخص الذي توجه إليه الرسالة. الرسالة هو الموضوع أو المحتوى الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل، وهو الهدف الذي تهدف إليه عملية الاتصال. الوسيلة هي القناة أو القنوات التي تمر من خلالها الرسالة بين المرسل والمستقبل. وقد تتعرض عملية الاتصال لنوع من التشويش على الرسالة، والتشويش نوعين: أولهما التشويش الميكانيكي، وهي أي تدخل فني يطرأ على إرسال الإشارة في رحلتها من المرسل إلى المستقبل. أي تدخل فني يطرأ على إرسال الإشارة في رحلتها من المرسل إلى المستقبل هو التشويش الميكانيكي. 2- التشويش الدلالي، وهو الذي يحدث عندما يسيء المستقبل فهم الرسالة التي بعثها المرسل نتيجة لعدم فهم رموز معينة أو عدم وضوح الرسالة. أما بالنسبة للاتصال التعليمي فيأتي عنصرا مهما ليدخل دائرة عملية الاتصال، وهذا العنصر يتمثل في القائمين وينقسم إلى نوعين: القائمين بالعملية التعليمية جماهيريا، القائمون بالعملية التعليمية عن طريق الاتصال الشخصي. العناصر الأساسية لنظام الاتصال: أول حاجة المصدر، وهو العنصر الذي تنشأ عن المعلومات ومخرجات هذا النظام الفرعي، وهي رسالة مختارة من مجموعة من الرسائل الممكنة. 2- أو ب الترميز، وهذا العنصر يقوم بتحويل مخرجات المصدر اللي هو الرسالة إلى إشارة يمكن نقلها عن طريق القناة. 3- أو ج القناة، وهي الوسيلة لنقل الإشارة. دال الضوضاء، وهو التأثير الخارجي على عملية نقل الإشارة عبر القناة. فك الرمز، وهو النظام الفرعي الذي يستقبل مخرجات القناة التي تكون على شكل إشارة، حيث يقوم بتفسيرها تمهيدا لتسليمها إلى المقصد إلى المستقبل. أي أن عملية فك الرمز هي العملية العكسية للترميز. المقصد، وهو النظام الذي يستقبل المعلومات المنقولة، حيث يستقبل الرسالة المنقولة والمختارة من مجموعة الرسائل الممكنة. 3- المفهوم الرياضي للمعلومات،
يستخدم اصطلاح نظرية المعلومات في الغالب للإشارة إلى النظرية الرياضية في الاتصالات، تلك النظرية التي تتعلق بنظم الاتصال الميكانيكي والإلكتروني. وفي نظم المعلومات والاتصالات نجد أن الاهتمام يشمل المستويات الثلاثة التالية: المستوى التقني أو الفني الذي يتعلق بدقة نقل المعلومات، المستوى المعنوي الذي يتعلق بدلالة ومعنى الرموز المنقولة. ومن خلال النظرية الرياضية في الاتصالات يتضح علاقة المفهوم الرياضي للمعلومات بمفهوم كل من الرسالة ونظام الاتصال. ولمزيد من الإيضاح نورد المثالين التاليين. بعد كده عندنا حالة عدم تساوي الاحتمالات. رابعا قضية المعلومات. كان الإنسان الأول يحتفظ بخبراته ومعارفه في ذاكرته الطبيعية ذات السعة والعمر المحدودين وينقلها إلى غيره بالتلقين المباشر، ثم استطاع الإنسان أن يجعل معلوماته ومعارفه على وسيط مادي، فكان بمثابة ذاكرة خارجية ذات طاقة استيعابية غير متناهية في اختزان المعلومات تنتقل بحالتها من جيل إلى جيل، بعكس ذاكرة الإنسان الطبيعية المرتبطة بعمر الإنسان والتي تتأثر بما يعتريه من اضطرابات صحية وتغيرات بيولوجية. ومع تطور الإنسان وتقدمه كان التطور في وسائل ووسائط تسجيل المعلومات يحاول أن يلحق بهذا التقدم المضطرد في شتى مناحي الحياة الإنسانية، فمن النقش على الأحجار والألواح الطينية إلى البرديات والرقعات الجلدية فالمطبوعات الورقية. ولكن مع دخول العالم عصر الحضارة الغربية ولا سيما في أيام القرن العشرين بعقوده الأخيرة بدأت قضية المعلومات تأخذ شكلا أكثر حدة وإلحاحا كنتيجة منطقية للتحول الجذري في أساليب الإدارة وأدوات الإنتاج والتقدم الهائل في الفكر الإنساني والبحوث والدراسات العلمية التي انتشرت في شتى فروع المعرفة. وما صاحب ذلك من كم وكيف هائل في المعلومات التي تدفقت بشكل كبير، وكان من نتاج العقل البشري والخبرة الإنسانية في مجالات الحياة المختلفة. وأصبح رصيد البشرية من المعلومات متزايد ومتجاوزا لكل التوقعات، سواء في تنوعها أو كمها أو علاقتها المترابطة والمتشابكة. من هنا هل يكفي تسجيل المعارف والمعلومات لحل مشكلة قضية المعلومات؟ إن التسجيل واختزال المعلومات ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة حفظ للوثائق والمعلومات لإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة. أي أن الهدف من الحفظ هو سهولة وضمان انتقال المعلومات واسترجاعها للاستفادة منها. ثم نعود ونسأل، هل كل من يختزن معلومات يمكن استرجاعها؟ في الحقيقة لكي يمكن استرجاع ما نحتفظ به من معلومات في الوقت المناسب وبما يتطابق مع الحاجة إليها ينبغي أولا حفظها مصنفة ومنظمة تبعا لمعايير محددة ومعروفة، ثم وضع الأساليب التي تيسر الوصول إليها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب والشكل المناسب. وذلك هو التحدي الحقيقي الذي تطرحه قضية المعلومات المعاصرة، حيث الحاجة إلى ذاكرة خارجية تستوعب فيض المعلومات المتزايد وتتيح لنا الحصول على ما نريد منها دون أن يطمس منها شيئا. وإذا كان التقدم التكنولوجي قد أتاح من الوسائط وسائل التسجيل والحفظ ما يمكننا من الحصول على ذاكرة خارجية ذات مقدرة استيعابية غير محدودة، فإن هذه الوسائط قد تصبح مقابر تقبر فيها المعلومات ويقبر معها ما يحتوي من خبرات ومعارف ما لم يصاحبها وسائل استرجاع ضمن منهج متكامل للتعامل مع المعلومات. وليس هناك وسيلة للقضاء على هذه المشكلة إلا تحويل أسلوب حفظ ومعالجة وتداول المعلومات إلى نظام متكامل يلائم طبيعة المعلومات وطبيعة المجال التي تنتمي إليه، ومتضمنا عدد من الأنظمة الفرعية لاستقبال البيانات وتجهيزها وتصنيفها ثم تنظيمها وتخزينها على الوسائط المناسبة.
وإجراء عملية المعالجة اللازمة عليها تمهيدا لاسترجاع وتداول ما يحتاجه منها. ومهما قيل من تفصيلات عن هذا النظام أو بنك المعلومات أو قاعدة بيانات أو مركز معلومات، فإنه في جميع الحالات يصمم هذا النظام ليخدم هدفا محددا، هو حفظ المعلومات وتجديدها واسترجاع ما يطلب منها في الوقت والحجم المناسب. خامسا، الاعتمادية. عندما لا ترغب منظمة استخدام مواردها الذاتية وتطوير نظم معلومات محوسبة، فهي تقوم بتكليف شركة متخصصة من الخارج للقيام بهذه المهمة. بمعنى أن الاعتمادية هي تلك العملية التي تتضمن شراء نظم معلومات محوسبة وبيانات وتكنولوجيا معلومات وتسهيلات ذات علاقة بتطوير المعلومات أو تطوير تطبيقات وبرامج معينة من بائع أو شركة أو منتج أو بيت خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. إلى هنا أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم في تحليل النظم عن قضية المعلومات وإشكالياتها، على أمل إن احنا نلتقي بكم المحاضرة القادمة في المدرج بشكل تفاعلي وتكون انزاحت الغمة وربنا كشفها بأمر الله. أشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات دارسي مادة تحليل وتصميم النظم، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 6 من محاضرات تحليل وتصميم النظم. اتكلمنا في الجزء الأول من المادة عن تحليل النظم، اتكلمنا في الباب الأول اللي اشتمل على 3 فصول أساسية. الفصل الأول كان عبارة عن مقدمة في تحليل النظم، عرفنا فيه يعني ايه النظام، يعني ايه تحليل النظم، ايه هي وظائف النظم او وظائف نظم المعلومات، ايه هي اقسام نظم المعلومات، انواع نظم المعلومات، خصائص تحليل النظم، مكونات النظام، انواع النظام. الفصل الثاني اتكلمنا فيه عن ادوات تحليل النظام، اتكلمنا فيه عن داتا فلو دايجرام، والداتا فلو دايجرام اتكلمنا فيها عن جزئين اساسيين اللي هو الكونتكست دايجرام والليفل زيرو. اتكلمنا ايضا عن داتا ديكشنري، داتا ستراكشر دايجرام، وستراكشر انجليش، واتكلمنا في نهاية الفصل رقم 5 عن الكونفنشن. الفصل الثالث اتكلمنا فيه بشكل عام عن مصادر وخطوات وطرق استقاء المعلومات والبيانات للحصول عليها ومعرفة صلاحية تلك المعلومات في بناء وتحليل وتصميم النظام، وده كان الجزء الأول. النهاردة هنبدأ مع بعض الجزء الثاني اللي هو تصميم النظام. تصميم النظام ظهر علم التحليل والتصميم بعد ظهور الجيل الثالث للحاسبات، حيث كان بناء نظم برمجية تتناسب مع قدرات جيل من الحاسبات ضعيف. ولكن كيف يتم تطوير وبناء هذه الأنظمة الكبيرة بدون تطوير أنظمة وتطبيقات الحاسب الآلي؟ ولا يتم هذا إلا بقيام المهندسين ببناء المنشآت والآلات والمعدات، ومن ضمن المعدات هي أجهزة الحاسبات. ولكن أجهزة الحاسبات لوحدها ما كانتش تسمح إن احنا نطور ونصمم نظم برمجية، لكن كان لابد من تصميم وتطوير تحليل النظم لتصميم النظم البرمجية. دورة النظم البرمجية، يوجد عدد كبير من دورات تطوير النظم البرمجية ويوجد بينهما اختلاف قليل في النموذج العام. وتتكون دورة تطوير البرمجيات من المراحل التالية: تحليل النظام في المرحلة بعد تجميع البيانات، يتم عمل نموذج تحليل النظام يوضح في الوظائف والكائنات التي يتكون منها النظام والعلاقات بينهم.
يتم تصميم النظام في هذه المرحلة، ويتم عمل تصميم كامل للنظام وتصميم تفصيلي لوحدات النظام، كما يتم استخدام برمجة النظم في المراحل الأولى، ويتم برمجة النظام بإحدى لغات البرمجة، كما يتم اختبار النظام في مراحل متقدمة، وده هيكل لتحليل وتصميم وتنفيذ واختبار. وتعتمد منهجية تطوير البرمجيات اعتمادا كليا على تكنولوجيا البرمجيات، فالبعض يعتمد على تكنولوجيا الدوال function، والبعض يعتمد على تكنولوجيا الكائنات objects، وهي أحدث من تكنولوجيا الدوال وتمتاز عنها بمميزات كثيرة، دي هنعرفها خلال الفصل القادم. وتتكون المنهجية اللي هي بتاع التصميم من مرحلة التحليل، مرحلة التصميم، مرحلة البرمجة، مرحلة الاختبار أو التقويم. مرحلة التحليل اللي احنا اتكلمنا عنها في الباب الأول، الثلاث فصول الأساسية. مرحلة التصميم اللي هنتكلم عنها دلوقتي، يتم تصميم النظام وتصميم اليوز كيس وتصميم الكائنات والدوال والرسائل بين الكائنات، ودي من أهم المراحل في تحليل وتصميم النظم. مرحلة البرمجة، وفيها يتم إعطاء التصميم لمكود البرنامج لعمل نموذج برمجي. مرحلة الاختبار، وفيه يتم اختبار جميع الكائنات والأصناف وكذلك الرسائل بين الكائنات، وده اللي هيتضح معانا في الفصول القادمة. تكنولوجيا الكائن، في هذا الجزء سوف نعطي فكرة عامة عن تكنولوجيا الكائن، وخاصة عن أربعة ركائز لهذه التكنولوجيا وهذه الكائنات، وهي الكائنات والرسائل والأصناف والوراثة. الكائنات، الكائن يحتوي على مجموعة من البيانات أو المتغيرات ومجموعة من الدوال المرتبطة مع هذه المتغيرات. يبقى الكائن يحتوي على مجموعة من البيانات أو المتغيرات ومجموعة من الدوال. فمثلا لو عندنا دالة لفهم ما نقرأه الآن ونحفظه، أو نحفظ ما فهمناه في الذاكرة، علينا أن احنا نجيب على سؤال معين، فإنه يوجد عندك دالة تقوم بفهم السؤال وتقوم باسترجاع الإجابة المناسبة. أما الرسائل، يتم التعامل بين الكائنات عن طريق رسائل ترسل من كائن ويستلمها كائن آخر لكي يقوم بتنفيذها. والرسالة مكونة من اسم الكائن مستلم الرسالة متبوعا باسم الدالة الموجودة في الكائن المستلم، والذي يعرف أو يعرف كيف ينفذ هذه الدالة، ويمكن أن يضاف إلى ذلك بعض المعلومات التي تحتاجها الدالة والتي نصممها لاستخدام المتغيرات. ومن الشكل ده نلاحظ أن الكائن المرسل رسالة إلى الكائن المستقبل أستاذ المادة، يبقى المرسل حضرتك اللي هو الطالب، والمستقبل اللي هو أستاذ المادة. اسم الكائن المستقبل أستاذ المادة، واسم الدالة المطلوب تنفيذها، والمعلومات التي تحتاجها الدالة اللي هو درس الكائن. رقم 3 اللي هي الأصناف، الأصناف الكلاسيس هو قالب تمبليت ويحوي داخله مجموعة من الدوال والبيانات الموجودة في نوع معين من الكائن. إذن الصنف هو نوع الكائن، ولتقريب تعريف الصنف نعطي مثال اللي هو عن دالة الانتجر. رابعا الوراثة، تكنولوجيا الكائنات يجوز لأي كائن أن ترث جميع خصائص بيانات أو دوال كائن آخر. يبقى الوراثة في تكنولوجيا الكائنات، يجوز لأي كائن أن يرث جميع خصائص وبيانات ودوال كائن آخر. أنواع الوراثة، في وراثة فردية، وراثة متعددة. الوراثة الفردية هي عبارة عن كائن يرث من كائن واحد آخر فقط. الوراثة الفردية هي عبارة عن كائن يرث من كائن واحد آخر فقط. الوراثة المتعددة
يمكن لأي كائن أن يرث من أكثر من كائن آخر. إلى هنا أبنائي وبناتي الطلاب نكون قد أعطينا نبذة خفيفة عن تكنولوجيا الكائن، ومش حابب أطول عليكم النهاردة في المحاضرة علشان دي بداية شغل جديد في التصميم اللي هنتعرف على كل تفاصيله بعد ما عرفنا تكنولوجيا الكائنات النهاردة. إلى اللقاء في محاضرة أونلاين قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.